يا مستمعي الكرام، ملي كتبغوا تفرحوا وليداتكم كتقولوا غنفرحوهم باقل تكلفه ممكنه، وهما ما كيعرفوا شيء، فكتشريوا لهم بعض المواد المستورده اللي جايه من مجموعه ديال الدول الاسيويه خصوصا، واللي الثمن ديالها كيكون رخيص، كتكون كتعمل 10 دراهم او 13 درهم او 15 درهم، نسبيا رخيصه بالنسبه للانسان عنده وليد ولا جوج ولا ثلاثه كيقول غنفرح ولادي باقل كلفه ممكنه. فللاسف تبتات الابحاث والدراسات، وراه كانت هناك بلاغات من السلطات المغربيه حول واحد المجموعه ديال المواد، ان هذه المواد ضاره بالصحه، كتسبب التهابات في الايادي ديال الاطفال ديالنا الصغار، ويمكن يوصل القضيه حتى للسرطان. من ضمنها واحد الماده هلاميه بحال العجينه خفيفه، كتشكلها كيف ما بغيتي بين يديك، فيها الوان مختلفه، الالوان زاهيه اللي كثير الاطفال الصغار، كتعجب الوليدات الصغار، يبقاو يلعبوا بها، كتقسم بين يديهم عاود كيجمعوها، كتوضعها مع بعضها، كتجمع كتشتتها عده اجزاء، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن هذيك الماده خطيره وخطيره جدا ومضره بالايادي وبالجلد عموما ديال الاطفال ديالكم، فحضيوا راسكم مستمعي الكرام في باب شراء اللعاب لوليداتكم. الا ما عندكم شيء فلوس من الاحسن ما تشريوش ليهم، والا عندكم اختاروا اللعبه المناسبه المصنوعه من مواد اللي هي غير ضاره بالصحه واللي ملائمه للسن ديال الطفل ديالكم. دائما قراو على العلاب ديال اللعاب اللي كتشريو، لاش من سن هذيك اللعبه صالحه.